إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كغوتبورغ ورجع ربح في الكامب نو 3-0 وتعالى بركلة ترجيح، ركلات سميت في قصة ضياع الركلة الرابعة من كراسكو، وتألق العملاق أوروتي اللي وقف الركلة الخامسة للسويديين من نيلسن وسجل التعادل ثم جاب الربح. هذه حكاية الكامباك الوحيد تقريبا 3-0. اليوم الوضع أصعب 4-0، باش نحطكم في الصحن في الطبق في الإطار في الكادر، نقولكم أنه ولا فريق في تاريخ الشوط على باري. الكرة الأولى خطيرة صعبة، جول، الهدف الأول، الهدف الأول في رأي، كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس إنريكي البيستولير ولع ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ضلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية، ولافونتاج وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. واحد انيستا يقاتل الرفع وجول جول 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 انيستا الماجية، انيستا الماجيكو اندرياس، 3-0 ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية، والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول فيلم رعب لباريس سان جيرمان، وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أيوة هدف من العدم، هدف صنعه الكرة يرجع على خطأ، والشوط الأول ينتهي على هذه الكرة، الشوط الأول ينتهي على هذه الكرة. هذا هو لويس إنريكي يتأمل في لويس سواريز من أجل ليلة ليست ككل الليالي. ولا فريق في تاريخ الشامبيونز ليج عمل الريمونتا من 4 أهداف، ولا مرة في التاريخ صارت في أوروبا في دوري الأبطال. في الكؤوس الأوروبية الأخرى صارت مرة، فريق برتغالي 62. كونت يلعب لجو كونت، إنييستا، هو نيمار، وماذا قال الحكم؟ ماذا قال الحكم؟ مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الكرة. فيها نقاش كبير، الزفر الألماني، الألماني هبلنا نلعب فيها قمر 14 يا برشلونة، مش ممكن على شوش ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول جول 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 دي لاس برشلونة، التيرسيرو إنريكي، التروازيام يا إمري، 3-0 البارسا، 3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية، شطر الفريق غير موجود اليوم. هل اعتقد الفريق الباريسي في الترشح مبكر؟ مش ممكن. الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي في أبطال أوروبا 2017، هدف 94 في الشامبيونز ليج، بطولة الشامبيونز ليج للشباب. كرة خطيرة وجول، كافاني، كافاني السفاح، البيستولير إيديسون، إيديسون البطيخة وليس بطيخة، كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة، 3-1 إيديسون كافاني. الفرحة تنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت، مش ممكن على هدف، كرة قاضية هي اللي يستناو فيها إمري المسؤول على وصول النتيجة ل 3-0. إمري هو المسؤول لأنه الفضل لعب وركل الدفاع، واللي يركل الدفاع عبارة عن أول هزيمة أوروبية للبي اس جي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سامبا، يا الكاريوكا دي جانيرو، ما هذا؟ ما هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو، رابع، رابع لا تقرا لا تكتب، كرة تدرب. يمشي ميسي، ميسي خطيرة، مش ممكن، مش ممكن، ضربة جزاء، مش ممكن، ضربة جزاء، إنه الزلزال، الخمسة تقرب، الخمسة تقرب، يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. 4-1 مركورة، يمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار، جول 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 خمسة 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 واحد. لولا كافاري لحد الآن قلت لك عليه. تير شتيغن، هو نيمار، مش يضرب نيمار، يوزع نيمار وجول جول 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 جول. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة من دقيقة 87، النتيجة 3-1، البارسا يحتاج 3 جوال فعلوها،
جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا انطولوجية تاريخية تاريخية تاريخية. 6-1 6-1. يا الله يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن ماذا حدث بالكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود بأربع صفر قدام بي إس جي لن يخرج بدون لقب الأذنين يا أمري. مش ممكن. هستيريا هستيريا.